أستاذ رامي رجب الناقد الرياضي الكبير ضيفنا العزيز في حلقة اليوم من كلام في الميديا. أستاذ رامي أهلا بيك. حبيبي يا أستاذ أمير، أخبارك إيه؟ كله بخير والله، كويس كله تمام. حشنا والله، أنت أكتر والله، ربنا يخليك يا زلمة. الحمد لله والله، المنديل الأحمر حلو والدنيا زي الفل. اتفضل يا باشا. طيب خلينا نتكلم في البداية عن النادي الأهلي واستعدادات ومباراة وادي دجلة بعد الانتهاء من الملف الأفريقي مؤقتا والفوز على الهلال بنتيجة 2-1. بتشوف الاستعدادات ازاي ومدى أهمية المباراة المقبلة بالتحديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يمكن النادي الأهلي مع فايلر قدم مستويات رائعة جدا، يمكن قاد النادي الأهلي في 10 مباريات، فاز في 9 مباريات، خسر مباراة واحدة، مباراة النجم الساحلي، يمكن كان النادي الأهلي تعرض لظلم تحكيمي باين في هذه المباراة. يعني واضح ان في اجماع على ان لا 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 دي حقيقه، دي حقيقه حتى الحكم، يعني انا حتى يعني اللي اكد لك ان الحكم ده ظالم، احتسب 3 دقايق وقت بدل ضايع، ويمكن المباراه في الشوط الثاني توقفت اكتر من مره، وكان شيء غريب جدا، وده يعني اكد ان فعلا الحكم ده نازل يعني يعمل مشكله مع النادي الاهلي او بيقف على انا دايما ببقى عايز اقفل ملف مباراه النجم بصراحه، لكن دايما ضيوفي بيبقوا حريصين ان هم يتكلموا في الموضوع ده، لان فعلا الاهلي اتظلم. لا اتظلم بشكل باين، يعني كان اخطاء فادحه في هذه المباراه، يمكن من بدايه يمكن شفنا بدايه من طرد ايمن اشرف، يمكن كره حتى يعني القانون التحكيمي اللي بيقول لو يعني عشان تطرد لعيب منفرد بالجون ويكون الكره معاه ومستحوذ وداخل على حاجه، يعني انما الكره كان في ظهر اللاعب وما كانش في اي حاجه تستدعي حتى يعني انت هتحسب حاجه، ممكن تحسب فاول بانذار، انما كانت غريبه جدا، وده قتل طموح لعيبه النادي الاهلي. يمكن كان في اول 10 دقائق وتلعب النجم الساحلي على ارضه وسط جمهوره بحجم النجم الساحلي، انت عارف ما ادراك النجم الساحلي على ارضه وسط جمهوره، ومباراه شمال افريقيا بتبقى مباراه صعبه جدا طبعا. فطبعا يعني اثر معنويا على لعيبه الاهلي، ولكن الاهلي حاول يعود في هذه المباراه بشكل جيد، ولكن الازمه انت عارف ان يعني برده عشان تعوض على ارض النجم، وانت لعبت يمكن الشوط الثاني انت كنت يعني متحكم في المباراه بشكل كبير جدا وكنت افضل من النجم الساحلي، ولكن يمكن طرد ايمن اشرف وحصل بقى يعني اصابات اللي خلال المباراه، فده اثر بشكل سلبي جدا. واعتقد ان النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي دايما بيبحث عن حق النادي الاهلي، وكان يعني الظلم البين اللي تعرض له النادي الاهلي في هذه المباراه دفع مجلس اداره النادي الاهلي لتقدم بتظلم للاتحاد الافريقي. واعتقد ان الاتحاد الافريقي اهم مشاكل الفتره اللي فاتت، والاتحاد الدولي اهم مشاكل في الاتحاد الافريقي، واللي عامله صداع لاحمد احمد خلال الفتره اللي فاتت دي التحكيم الافريقي، يمكن جولات عديده وفي ماتشات كتيره فيها يعني علامات استفهام جدا على التحكيم الافريقي خلال الفتره اللي فاتت دي، بدايه من يمكن مباراه النهائي دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي ومباراه الوداد والترجي، وحصلت ازمه ولم تستكمل المباراه، وكانت حاجه فعلا يعني لو دوره رمضانيه مش هيحصل فيها اللي حصل ده في النهائي. فبالتالي التحكيم الافريقي لا محتاج، وانا وفقا لمعلوماتي ان هيكون في الفتره اللي جايه دي في تغييرات تحكيم، التغييرات في الاداره التحكيميه في الاتحاد الافريقي خلال الفتره. بقول يعني ده امبارح مباراه سان داونز والوداد، كان امبارح تقريبا هدف صحيح للسان داونز في ملعب مركب محمد الخامس، هدف صحيح 100%، الحكم حسب اوفسايد. يعني استمرار الازمات التحكيميه في افريقيا، ودي عامله ازمه كبيره جدا لاحمد احمد، خلي بالك يا استاذ امير، الظلم التحكيم البين، يعني احنا ممكن نختلف على كرة فدي ما فيهاش مشكله، الاخطاء التحكيم هتفضل موجوده، ولكن لما بيكون في اخطاء تحكيميه فادحه دي اللي بتصير ازمه. يعني لما تيجي بجون هدف صحيح وما فيهوش جدال ولا انا ولا انت ولا غيرنا بنختلف بالزبط عليه، في دي اللي بيصير ازمه، ولكن لما بيكون في خلاف ما بيني وما بينك وما بينك فدي طبيعي ان يبقى في اخطاء تحكيميه، ولكن لما تبقى اخطاء تحكيميه فادحه دي اللي بتعمل مشكله. واعتقد ان ده الملف التحكيم صداع في راس احمد خلال الفتره اللي فاتت دي، وعاوز هيعمل تغييرات في الاداره التحكيميه خلال في اللجنه نفسها. اعتقد ان خاصه اللي فيه جدل كبير في داخل اللجنه، وفي انت عارف يمكن التحكيم الافريقي شهدت الفتره اللي فاتت دي السنوات الماضيه ان في حكام كتير من بلاد افريقيه كتير تعرضوا يعني تم يعني كان في منهم خد رشاوى كتير جدا، وبالتالي لا في ازمه في التحكيم الافريقي. فاعتقد ان احمد يعني عشان يثير الجدل يعني ينهي الجدل اللي حواليه وحوالين الحكام الافارقه لابد ان يبقى في تغييرات وتغييرات تحكيميه بشكل كبير جدا، وانا عارف ان في خلال الفتره الجايه دي هيبقى يعني في الاستعانه ببعض المجموعه من اعضاء الحكام خلال الفتره الجايه، وفي تغييرات في داخل لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي. فبالتالي النادي اللجنه كلها
هيبقى في تغييرات في وعد، في رئيس وفي نائب رئيس وفي اعضاء لجنه، وفي ايدي مايدا كان هيبقى مدير، اعتقد ان هو هيتم يعني ايدي مايدا ما فيش خلاف عليه داخل لجنه الحكام، فده ممكن يتم ترقيته مديرا للجنه الحكام. ده بنسبه كبيره يعني ده موجود، يعني وممكن مش هيتم ترقيه كابتن عصام فتاح. لا لا لحد الان، لا لحد الان لا، ده حتى في كلام كمان ان الكابتن جمال غندوري يعني بيزاحم الكابتن عصام عبد الفتاح عشان يتواجد في اللجنه، ده معلومات من يعني من حد من داخل الاتحاد الافريقي. فبالتالي في تغييرات داخل لجنه الحكام، واعتقد ان هو ما كانش في تغييرات هتفضل الازمات التحكيميه خلال الفتره اللي جايه. اعتقد النادي الاهلي زي ما بقول لحضرتك رجعنا من ماتش النجم تاني، اتعرض لظلم تحكيمي باين. النادي الاهلي رغم ذلك حاول ان هو يتعادل مع النجم على الارض وسط جمهوره، ولكن انت عارف ان الامور بتبقى صعبه شويه، ان انت بتلعب فرق شمال افريقيا بتبقى المباراه دي صعبه، وخاصه عارف ان انتوا هيجي لك هنا المباراه تبقى صعبه، وصعب جدا يفوز على النادي الاهلي في ارض وسط جمهوره هنا. فبالتالي كان النجم ما قدمش، يعني هو فريق قوي فريق، ولكن لم يقدم الاداء اللي كان منتظر منه في هذه المباراه. يمكن النادي الاهلي كان قفل مباراته بشكل جيد جدا في هذه المباراه، بغض النظر اي حاجه النادي الاهلي طبعا يمكن المباراه الثانيه مباراه الهلال قدم مستوى رائع، يمكن الهدف اللي جه في النادي الاهلي يعني اثار قلق شويه الجماهير بتاعه النادي الاهلي خاصه ده طبعا يعني انت بتبقى على ارضك ويدخل فيك جون في اخر دقيقه، فده بيصير ازمه كبيره جدا. ولكن النادي الاهلي ثقه جماهير النادي الاهلي كبيره جدا، انت عارف انت النادي الاهلي لم يحصل على البطوله من 2013 وهي البطوله الاهم، واعتقد المستويات اللي بيقدمها النادي الاهلي مع فايلر خلال الفتره اللي فاتت دي 10 مباريات لم يخسر الا مباراه واحده. وكمان ميزه النادي الاهلي هذا الموسم يا استاذ امير ان هو احرز 28 هدف مع فايلر ودخل مرمى 6 اهداف، وده معدل تهديفي كبير جدا. وده يعني حوالي 11 لعيب من النادي الاهلي سجلوا مع فايلر خلال هذا الموسم، فبالتالي مؤشر كبير جدا ان انت عندك اكتر من لاعب بيعرف يحرز اهداف، ودي ميزه حلوه قوي. بس الناس بتاخد المؤشر ده بطريقه عكسيه شويه، يقول لك طب المهاجمين ومفروض ده لسه كتير جدا ما هو المهاجمين هي الميزه يا استاذ امير. لو انت عندك مشكله في الهجوم او المعدل التهديف للمهاجمين قل وانت بتقدر تعالج الموضوع ده، اللي انت تعالجه من ان بي عندك خط الدفاع يعني علي معلول احرز، عندك خط الوسط كل اللعيبه اللي موجوده في خط الوسط معظمهم احرزوا اهداف، عندك اجاي احرز، عندك ازارو احرز، صلاح محسن احرز، فانت اما يبقى عندك اكتر من لاعب 11 لاعب بيقدروا يجيبوا اهداف فدي ميزه كويسه ايجابيه طبعا ايجابيه. ولكن في نفس الوقت برضو الفايلر المفروض ان يبقى خط الهجوم عندك خط قوي جدا هو الاساس في الاهداف، ولا ده بيترتب على طريقه اللعب؟ هي طريقه اللعب ومدى يعني جاهزيه الحراس المهاجمين بيبقى في المباراه، في لعيب بيبقى موفق في المباراه، في لعيب بيبقى بعيد عن التركيز، في لعيبه لحد الان لسه ما دخلتش مع النادي الاهلي ما ظهرتش بشكل كويس، او يمكن ازاره بس احرز هدفين في كاس مصر، ولكن لسه محتاج وقت طويل جدا. مروان محسن لم يحالف التوفيق حتى الان ان هو يحرز اهداف، يمكن جاله ضرب جزاء ولكن مش موفق في هذه المباراه. صلاح محسن يمكن هو انا اكتر لعيبه انا ببقى زعلان عشان صلاح محسن من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر، واعتقد لا يقل اهميه عن مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، يعني امكانياته عاليه جدا جدا، ولكن اعتقد انه يعني صلاح محسن محتاج تركيز شويه خلال الفتره الجايه، محتاج شويه تدريب، محتاج شويه تركيز مع في المباريات. اعتقد ان صلاح محسن هيكون له شان كبير ولكن محتاج شغل كتير جدا الفتره الجايه. صلاح محسن كامكانيات يعني قلت قبل كده وبقول تاني من افضل رؤوس حربه موجودين في مصر، ولكن انت المفروض اللي انت تستغل الفرصه دي اللي انت تشتغل على نفسك شويه. اللعيب ما بيكملش او ما بينضجش كرويا الا ما بيشتغل على نفسه. انا عندي الموهبه ولكن الموهبه دي محتاجه الضغط، محتاجه الاخلاص في شغلك، محتاجه التدريبات بجديه، محتاجه التركيز. صلاح محسن ينقصه التركيز في التدريبات وينقصه التركيز في ماتشات كتير، ولكن صلاح محسن كخامه اعتقد ان كان نفسي طبعا صلاح محسن ياخد فرص اكبر مع المنتخب الاولمبي اللي توج طبعا بكاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه. اعتقد ان كان صلاح لو مركز شويه في البطوله، لا لو كان لاعب مكانه كمان يعني معلش هو مصطفى محمد يعني طبيعي ما يبقى انت مدرب وتدفع بلعيب ويبدا ان هو ياخد ماتشات، ومصطفى محمد قدم يعني افضل مبارياته وكان هداف، لا لاعب مميز جدا جدا ربنا يكرمه طبعا مصطفى. احنا يعني يمكن مصر عايزين مهاجمين عندها مشكله في راس الحربه، يمكن السنين اللي فاتت دي كل بقت يعني كوكا مع احترامي له كلاعب محترف خارجي ولكن لم يقدم الاداء المنتظر منه خلال الفترة اللي فاتت دي. وليه كل مدير فني بيجي بيعتمد على كوكا؟ عشان ما فيش لعيبة ظهرت في هذا المكان تقدر تلعب مكان كوكا يعني فاهمني. فكانت مشكلة، ودي مشكلة الكرة المصرية، عندك مشكلتين، مشكلة في الدفاع الكرات العرضية
ومشكله في رؤوس الحربه. دي اللي بتصير ازمه كبيره جدا في الكره المصريه، سواء في الاهلي او في الزمالك، او يعني بنعاني دايما في النادي الاهلي او في الزمالك او الانديه الكبرى او الانديه بشكل عام او المنتخبات من الكرات العرضيه في قلب الدفاع، تحصل مشكله كبيره جدا. وفي رؤوس الحربه اللي احنا ما عندناش العمله اللي كانت موجوده زي عماد متعب، زي يعني عمرو زكي، زي محمد زيدان، زي لا زي حسام حسن، زي باسم مرسي. يعني ديلت اللعيبه فعلا من افضل رؤوس حربه احنا عندنا، عانينا الفتره بس معلش برضه استاذ رامي، يعني احنا بنقول افضل رؤوس حربه لما يكونوا خلاص سابوا بصمات. يعني باسم مرسي للاسف فعلا كان طالعه قويه جدا، هو اختفى شويه، اختفى لا اختفى ما هدي. انا بقول لحضرتك يا استاذ امير دايما عمرو جمال نفس الموضوع، عمرو جمال يمكن سوء الحظ. وهو بص انت لما يكون عندك الموهبه زي ما بقول لك كده، محمد صلاح ربنا كرمه وظهر بالشكل ده السنين اللي فاتت دي، وبيقدر يحافظ على مستواه وربنا كرمه في ماتشات صعبه جدا، وبيحرز اهداف ومتالق، وهو من افضل اللعيبه موجوده في العالم. مش عشان هو عنده موهبه بس لا، ولكن بيشتغل على الموهبه دي، ان هو بيقدر ان هو بيتعامل مع كل مباراه، عنده جديه في التدريبات، عنده روح، عنده حاجه عاوز يحققها. ده نابع من يعني احنا لو بصينا بطوله افريقيا 23 سنه تحت 23 وبطوله افريقيا اللي اقيمت على ارضنا، يعني ايه الفرق ما بين هذا الجيل وهذا الجيل؟ يعني مجموعه منتخب مصر الفريق المنتخب الاول مجموعه طيبه، عندنا مجموعه من افضل اللعيبه الموجودين في مصر، والمجموعه المنتخب الاولمبي يعني نفس المجموعه، ولكن الروح بقى ايه يعني احنا ربنا كرمنا وخدنا بطوله افريقيا عشان كانت روح. انا عندنا روح عاليه جدا، عاوزين نحقق حاجه. شوف ماتشات صعبه جدا المنتخب الاولمبي واجهها، ولكن قدر يفوز وقدر يتراجع. ماتش كوت ديفوار المباراه النهائيه، منتخب كوت ديفوار يتعادل معاك في اخر دقيقه مع منتخب لسه صغير في السن، لو انت ما عندكش الروح يا استاذ امين ما كنتش هترجع المباراه الثاني ابدا. وده حصل مع المنتخب الاول، ان ما كانش فيه روح. يعني انت في مباراه جنوب افريقيا اللي خرجت منها مع المنتخب الاول، انا يعني لو انت قعدت لو المباراه استمرت ساعه كمان انت ما كنتش هتتعادل. ليه؟ الروح ما كانتش موجوده في اللعيبه خالص. ما كانش حتى من اول مباراه، انت فزت في اول ثلاث مباريات مع المنتخب الاول في بطوله الامم الافريقيه، ولكن الروح ما كانتش موجوده. انت بتقابل منتخب جنوب افريقيا الثالث، على كان في الثالث في مجموعته، وتخسر منه على ارضك وسط جمهورك وما عندكش الروح. ايه المنتخب الاولمبي؟ ولكن هي الروح اللي بتخلق اي لعيب، الروح والجديه والتركيز واللي انت عاوز توصل. محمد صلاح كل ما يوصل لمرحله ان انت تبقى حاطط لنفسك اهداف، انما ولكن انت عشان تلعب كده وما تحققش حاجه، انت وصلت لعبت في النادي الاهلي وده اقصى طموحك، لا انت ممكن تلعب في النادي الاهلي وتادي وتلعب منتخب. لاعب مميز بالمناسبه، يعني بالعكس صلاح من افضل اللعيبه. انا بقول لك انا زعلان يا استاذ امير لما بيكون عندك موهبه، وموهبه يعني موهبه نادره في الوقت ده، وما بتقدرش اللي انت تشتغل على نفسك اللي انت بس خلاص. خليني اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ رامي، يعني صلاح محسن بيشتغل على نفسه، الراجل ما عندوش اي مشاكل في بطوله الامم الافريقيه المنتخب الاولمبي، كان بيلعب في مكان غير مكانه، فعشان كده ما ظهرش مع النادي الاهلي، وبعد فترات بياخد الفرص، لكن ايضا عنده منافسه قويه مع بعض المهاجمين سواء جاي ازارو بس مروان. صلاح محسن عنده كتير. انا بكلمك يا استاذ امير كامكانيات، يعني كامكانيات عنده كتير. هو لحد الان صلاح محسن من وجهه نظر انا لم مقدمش 50% من مستواه لحد الان. يعني في لعيبه عندك صالح جمعه. صالح جمعه من افضل لعيبه موجوده في مصر، مهاري ويقدر يشتغل طبعا، لعيب كبير يعني الواحد ما يختلفش عليه. ولكن اللعيبه دي انت بتزعل لما يكون عندك موهبه يا استاذ امير وما بتشتغلش على نفسها، ما بتطورش من نفسها، ما بتشتغلش كويس. نتمنى فربنا يكرمه يعني التوفيق يعني طبعا، النادي الاهلي طبعا مباراته مع وادي دجله هتبقى مباراه طبعا مهمه جدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي يمكن خض اربع مباريات في الدوري، يعني حصل على الكامله، هو الفريق الوحيد اللي طبعا حقق فوز في جميع المباريات، يمكن حتى لم يخسر اي مباراه، يمكن هو زي بيراميدز ما خسرش اي مباراه، ولكن هو الوحيد واعلى نسبه تهديف كانت مع النادي الاهلي، واقل نسبه تهديف دخلت مرمى النادي الاهلي. فدي كلها مؤشر، والنادي الاهلي اعتقد انها هتبقى مباراه يعني مباراه هتبقى مباراه صعبه. مباراه الاهلي وادي دجله بتتسم دايما بالصعوبه، واعتقد النادي الاهلي وفيرال واللعيبه عندهم يعني عندهم حافز كبير جدا، يمكن بعد الفوز على الهلال. طبعا بعد الخساره من النجم كانت المعنويات طبعا ما بتخسر مباراه، وخاصه ان انت بتلعب دايما على المكسب، بتبقى العامل النفسي بتاعك بيبقى في صعوبه. فايلر قدر يشتغل على اللعيبه وقدر يحقق فوز على الهلال، فاعتقد ان شاء الله يعني هتبقى مباراه صعبه على الفرقتين، ولكن امنياتي طبعا للفريق الموفق في هذه المباراه اللي هو النادي الاهلي باذن الله. ماشي. التشكيل، هل مستر فايلر خلاص بعد الفتره دي كلها استقر على التشكيل الاساسي بالنسبه له، ولا ممكن نتفاجئ من مستر فايلر كالعاده في بعض التعديلات؟ يعني هو يمكن اتعودنا مع فايلر في اول مباراه له، يعني كان عامل ميزه حلوه يا استاذ امير، ان هو كان كل مباراه بيلعب بتشكيل شكل بيثبت حوالي اربع خمس لعيبه وبيغير في بعض المراكز.
وده كانت ممكن كانت بتثير قلق كتير جماهير النادي الاهلي، ازاي ان احنا عاوزين نثبت التشكيل. ولكن هو كان عنده ميزه فايلر، يعني بستشعر كده ان هو قريب من اللعيبه قوي، وطالما المدرب قريب من اللعيب بيقدر يعرف كل امكانيات كل لعيب، حتى لو اللعيب ده ما بيشاركش بشكل اساسي، شايف ان هو لو لعب 10 دقائق او ربع ساعه بيأدي فيهم بشكل كويس جدا، بيبقى نازل حتى لو ما بيلعبش بيبقى عنده فيه راحه نفسيه بشكل كبير جدا. وبالتالي فايلر اعتقد ان هو يعني هو خلاص ال 10 مباريات اللي خاضها مع النادي الاهلي خلاص حط، يعني عرف امكانيات قوه كل اللعيبه اللي موجوده وامكانيات الضعف بتاعتهم وامتى يدفع بهذا وامتى ما يدفعش بيه. فبالتالي يعني خد صوره كامله، واحنا برضو احنا قلنا عشان نحكم على الراجل لابد مع عدد من اقل من 8 ل 10 مباريات، وبالتالي الراجل قدر بقى خلاص امكانيات، عارف امكانيات كل اللعيبه اللي موجوده. واعتقد لو في بقى في تغييرات هتبقى في تغييرات في بعض المراكز اللي مضطر راجل اللعيب اضطراريا، بس اضطراريا لكن التشكيل هو خلاص كده هو استقر، هو عارف مين عارف مين الافضل اللعيبه اللي موجوده عنده، ده طبيعي. ولكن لما بيكون في اجهاد او في حس استشعر ان في لعيب عنده مجهد او عنده مشكله فبيضطر يبدله بلاعب اخر، ولكن هو اكيد استقر على التشكيله الاساسيه اللي يقود بها النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق، وباذن الله يكون النادي الاهلي موفق في كل او مختلف في المباريات اللي هيخوضها خلال الفتره اللي جايه. ابرز اللاعبين من وجهه نظرك اللي شايفهم في النادي الاهلي على مدار الفتره اللي فاتت دي مع مستر فايلر؟ طبعا يمكن ابرزهم هم اثنين لعيبه من وجهه نظر ان هم الافضل للنادي الاهلي، هو قفشه طبعا يمكن ظهر بشكل يعني بسم الله ما شاء الله، يعني بيقدم مستويات رائعه فايق قوي خلال الفتره اللي فاتت دي. وانا اتكلمت يمكن اكون قلت قبل كده يمكن النادي الاهلي يمكن يعني عانى شويه بعد يعني عبد الله سعيد ما مشي من النادي الاهلي، ولما جه قفشه قلت قفشه الوحيد اللعيب الوحيد القادر على سد الثغره دي، وبالفعل قفشه من اللعيبه اللي بيعرف يمسك كرة كويس جدا، تسديداته رائعه بيسدد بشكل كويس جدا، تمريراته خطيره جدا مع النادي الاهلي، لعيب بيعرف يمسك كوره، صفقه ممتازه لا صفقه من افضل الصفقات اللي النادي الاهلي يعني بيقدم مستويات رائعه، بيمسك كوره كويس جدا، عارف امتى يشوط، عارف امتى يباص، عارف امتى يمرر التمريرات الخطيره بتاعته. ولكن قفشه يعني لو ظهر يعني استمر على هذا المستوى اعتقد انه يكون له شان كبير جدا، واعتقد ان حلم او اي طموح اي لاعب ان هو يكون بيحترف بره اكيد ده حلم اي واحد. وقفشه عنده طموح وعنده مركز قوي مع النادي الاهلي، رغم انت عارف انت تلعب مع النادي الاهلي في واكيد الموضوع مش سهل ان انت تلعب وتلعب بشكل اساسي مع كميه النجوم اللي بتبقى موجوده دي. انت عارف النادي الاهلي والزمالك دايما بيضم افضل اللعيبه الموجوده في الصحراء في 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 في, في الصحراء الرياضيه ما بين الانديه، فبالتالي عشان تلعب اساسي لابد ان انت تجتهد، وقفشه مجتهد بشكل غير طبيعي. طبعا وما نختلفش طبعا على اللاعب الاخر هو حسين الشحات، يمكن ما شاء الله عليه يمكن بعد ما النادي الاهلي تعاقد معاه، وانت عارف حسين الشحات حبه وعشقه للنادي الاهلي من فتره طويله جدا، وضحى بانديه كبيره جدا، انت عارف كان عامل موسم افضل ولا اروع مع العين الاماراتي بشكل كبير جدا، وقدم مباراه رائعه في كاس العالم الانديه قدام ريال مدريد، والناس كلها بدات تتكلم عن حسين الشحات، ورغم ذلك حسين الشحات ضحى بحاجات كتير جدا حبا في النادي الاهلي. وانا طالبت كنت انا موجود هنا مع شيما وقلت لها الناس بس تصبر على حسين الشحات، حسين الشحات مش هيجي من يوم وليله يغير يعني هيبقى يظهر بنفس الشكل خاصه اول ما النادي الاهلي يتعاقد معاه يعني صحيح اول ما النادي الاهلي محتاج صبر فعلا. يمكن حسين الشحات يمكن في 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 الموسم الماضي او الفتره اللي فاتت دي قبل فايلر ما يجي كان عنده مشكله شويه ان هو لسه ما تاقلمش مع النادي الاهلي، اعتقد ان فايلر كان عنده مشكله مع لاسارتي، اعتقد كنت اتكلمت معاه قبل كده لقيت ان هو مش مستريح مع لاسارتي، وبالتالي اللعيب اللي هو نفسيا مش مستريح المدرب بتاعه مش هيأدي، حتى لو نزل وضغطت عليه مش هيأدي باي شكل من الاشكال. ولكن فايلر اعتقد ان هو عارف امكانيات هذا اللاعب، عارف يخصصه صح، قرب من اللعيبه، وانا قلت لك نسبه نجاح المدرب مع اي نادي يكون متواجد فيه نسبه نجاحه ب 80 او 90% او 100 او 80% من قربه من اللعيبه، ان انا امتى الالعاب ده امتى اللي انا احضر يعني اكون قريب من اي لاعب ولو في مشكله اقدر احلها له. فده كان دي كانت ميزه محققها فايلر، واعتقد ان حسين الشحات اصبح من افضل اللعيبه اللي موجودين في مصر، له بصمه كبيره جدا، له يمكن مع المنتخب لسه ما بقاش له بصمات الفتره اللي فاتت، ولكن يمكن ظروف ماتشين اللي لعبوا من المنتخب مع الكابتن حسام البدري ما كانتش الظروف ماشيه كويس جدا، ولكن حسين الشحات لاعب مميز تقيل مع النادي الاهلي دلوقتي، بتعمل له 1000 حساب من اي فريق بيلعب. حسين الشحات ميزته ان هو لاعب زئبقي زي بركات كده، يتحرك في اي مكان، يقدر في اي وقت يجيب لك جون، في مهاري سريع، بيعرف يشوط، عنده جميع المميزات اللي تاهله. واعتقد ان حسين الشحات خلاص فاق كرويا، نضج كرويا خلاص بقى، يعني ايه حس ان هو خلاص يعني ان هو خلاص يعني ايه يقدر يدي للنادي الاهلي، واعتقد ان هو من افضل اللعيبه، اعتقد دلوقتي هم من افضل اللعيبه اللي موجودين مع النادي الاهلي هذا الموسم. طبعا لعيبه النادي الاهلي كلهم بيقدموا مستوى
مستويات يعني مستويات رائعه، ولكن افضل اثنين من وجهه نظري ان هم اضافوا للنادي الاهلي هذا الموسم قفشه والشحات، هم افضل اثنين موجودين. طيب عايز اتكلم معاك على المنافسه في الدوري وفي دوري ابطال افريقيا بالنسبه للنادي الاهلي، شايفها ازاي؟ نبتدي مثلا بدوري ابطال افريقيا بعد الجوله الثانيه، الاهلي في المركز الثاني 3 نقط متساوي مع الهلال، المركز الاول النجم الساحلي. بعد ما اتفرجت على مستويات الاربع فرق بتشوف المنافسه ازاي في المجموعه؟ يعتقد ان هي المنافسه هتنحصر ما بين النادي الاهلي والنجم ما بين اول وثاني، يعني واحد فيهم اول واحد فيهم اول. اعتقد النادي الاهلي اكيد بخبراته الكبيره دي هيقدر يحسم بطاقه التاهل، ولكن هتبقى المنافسه قويه ما بينه وبين النجم. النجم طبعا 6 نقاط وفاز امس على بطل زيمبابوي على 3-0، فده مؤشر اكيد فهتبقى المباراه اللي جايه، النادي الاهلي عنده مباراتين اللي جايين، مباراه داخل ارضه ومباراه خارج ارضه، بطل مع بطل زيمبابوي. اكيد يعني اتمنى طبعا النادي الاهلي يفوز في المباراتين دولت ويدخل مباراه النجم اللي بعد كده وعنده 9 نقاط، هتفرق معاك معنويا كتير جدا. ويعني هتبقى اكيد المباراه هنا مباراه النجم هتبقى مباراه صعبه جدا، ولكن بطاقه التاهل هتنحصر ما بين اول وثاني ما بين النادي الاهلي، مع احترامي طبعا للنادي الهلال السوداني من اقوى الانديه طبعا ومن اقوى الانديه اللي موجوده في افريقيا، ولكن بطاقه التاهل ستنحصر ما بين اول وثاني ما بين الاهلي وبين النجم الساحلي. الدوري بقى الاهلي رغم ان هو ليه ماتشات متاجله وفي ناس لعبوا ماتشات اكتر منه، لكن هو متصدر ترتيب الجدول. بتشوف المنافسه ازاي في الدوري؟ طبعا يمكن احنا لسه الاهلي لعب 4 مرات حقق فيها العلامه الكامله، ولكن ما تقدرش دلوقتي تقول مين اللي يقدر ينافس، ولكن دايما بيبقى في البدايات بتبقى فيه مؤشرات. عندك بيراميدز اكيد داخل بقوه، بيراميدز من افضل الانديه الموجوده في مصر، ودايما كان الموسم الماضي كان منافس قوي للنادي الاهلي والزمالك. اعتقد ان المنافسه ستنحصر ما بين 3 فرق الكبار ما بين الاهلي والزمالك وبيراميدز، يمكن هم دولت موجودين في الصوره دايما. النادي الاهلي طبعا يمكن هدفه بيبقى دايما هدفه الصداره، هدفه اكيد الفوز، هدفه اكيد ان هو يتصدر جدول المسابقه. يمكن هو دلوقتي 12 نقطه في 4 مباريات ولسه هو الفريق الوحيد اللي لعب 4 مرات فقط، ولكن حصل على عمل كامل. طيب هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نواصل مع استاذ رامي رجب ونتكلم في بعض الملفات المحليه الهامه جدا. استنى نتكلم محليا شويه استاذ رامي، ونبتدي من خبر معايا النهارده من بوابه العين، وبيقول ان رئيس اتحاد الكره المصري الاستاذ عمرو المدعيني بيقول ان الكابتن حسام بدري كان سيء الحظ ومحمد صلاح اساس المنتخب. الراجل بيتطرق يعني بيقول لك ان الظروف ما خدمتش كابتن حسام بدري في انطلاقته مع المنتخب، تعادل ماتشين والاداء ممكن ما كانش مقبول قوي، لكن احنا هنفضل مساندين لكابتن حسام البدري، وكلام من هذا القبيل. وكان قال محمد صلاح عنصر من العناصر الاساسيه التي لا غنى عنها في منتخب مصر. تعليقك ايه؟ طبعا يمكن كابتن حسام البدري يمكن الجماهير المصريه دايما يمكن ما تقابل منتخبات غير مصنفه ومش قويه، افريقيا كينيا وجزر القمر هي مش المنتخبات القويه اللي انت ممكن تتعادل معها، فبالتالي كان في صدمه كبيره جدا من الاداء المنتخب في المباراتين، وده صعب مهمه الكابتن حسام البدري شويه، وكان حصل فيه انتقاد كبير جدا للجهاز الفني في خلال المباراتين دولت، ان انت تتعادل في مباراتين، مباراه على ارضك وسط جمهورك ومباراه اخرى خارج الارض، رغم ان منتخب جزر القمر من منتخبات بدات يبقى لها اسم في افريقيا، ولكن كان في صدمه كبيره جدا للجماهير المصريه. يمكن انت عارف يمكن هو الاستاذ عمرو الجنايني يمكن كلمناه قبل بعد هذه المباراتين، واتكلم ان فعلا الكابتن حسام البدري تعرض اللي ما كانش عنده الامكانيات البشريه اللي موجوده الاساسيه اللي موجوده في المنتخب في المباراتين، وبالتالي يمكن كان غياب كبير جدا. عندك لعيبه بيراميدز مثلا بعد المشكله اللي حصلت دي تم استبعاد سباعي بيراميدز، وبالتالي برضو محمد صلاح يمكن بسبب الاصابه يمكن حضر في معسكر المنتخب في كينيا، ولكن بسبب الاصابه تم استبعاده من المباراتين دولت، وبالتالي المقاومات اللي كانت موجوده للكابتن حسام البدري ان في عجز كبير جدا في اللعيبه، فدي اثرت بشكل كبير جدا في الاداء، وبالتالي ما كانش المنتخب لم يظهر ولم يقدم الاداء المنتظم. يعني شايف ان الكابتن حسام البدري وكان بيدعم هو بيدعم طبعا، يعني احنا في ناس كتير بعد المباراتين دولت اتكلموا ان هو كابتن حسام البدري انه يرحل عن المنتخب، لا يعني حاجه غير مقنعه بالمره، يعني انا 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 عشان احكم على المدرب برضه انا لازم ادي له فرصته، لازم ادي له الامكانيات الكامله عشان اقدر احكم عليه. انا دلوقتي ما ينقص مثلا محمد صلاح كان نجم كبير طبعا، انت في الاول وفي الاخر انت بتلاعب
منتخبات مش قويه، ولكن برضو عندنا مشكله في المنتخب الاول. اتمنى الكابتن حسام البدري ان يعالجها الفتره اللي جايه. هي كانت مشكله في البطوله الافريقيه اللي فاتت زي ما بقول لك يا استاذ امير، الروح. لابد ان يخلق مع هذا المنتخب اي جيل يكون موجود او اي لعيبه موجوده تبقى عندها روح ان هي تحافظ على فانله وقميص النادي المنتخب مصر. المنتخب مصر كبير جدا، وخاصه ان انت تتعادل مع مباراتين، فكانت الامور صعبه جدا. طيب. ولكن اتحاد الكوره بيدعم كابتن حسام البدري كل الدعم. ده شيء مهم طبعا، ده شيء مهم اكيد طبعا. يعني موقع الكابتن كمان قال ايه؟ نشوف موقع الكابتن قال ايه. قال لك البدري يتمسك بضم لاعبي المنتخب الاولمبي في تصفيات المونديال. رايك ايه في الموضوع ده؟ طبيعي لازم الكابتن حسام بدري يعني يبقى معاه. بص، بعد تصفيات المونديال بعد الظهور الجيد للاعيبه المنتخب الاولمبي في بطوله افريقيا، في ثلاث لعيبه موجودين مثلا هيعتمد عليهم، او الاثنين لعيبه فيهم منهم صلاح محسن. اعتقد ان هو يكون صلاح محسن رغم ان هو ما شاركش بشكل اساسي، ولكن كابتن حسام البدري محتاج بس ان صلاح محسن يشارك مع النادي الاهلي بشكل مستمر. يعني هو عيني على صلاح محسن وفي مصطفى محمد ده لعيب، وطبعا ورمضان صبحي. دولت اهم ثلاث لعيبه اعتقد ان هو وابو الفتوح ربما ممكن يكون موجود يعني. فدولت لعيبه مهمه جدا 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 للكابتن حسام البدري. الكابتن حسام البدري زي ما بقول لك كده عاوز كل اللعيبه اللي هو شايف ان هو ممكن تضيف للمنتخب هيضمها، فبالتالي ممكن ربما تحصل مشاكل خلال الفتره اللي جايه ما بين الكابتن حسام البدري والكابتن شوقي غريب. الكابتن شوقي غريب عنده تنسيق ولا ايه؟ لا، هيبقى في تنسيق، هيتكلموا بس في الاول وفي الاخر خلينا نتكلم يا استاذ امير. انت كل مدرب هيبحث عن طب الاولويه لمين برضه؟ عشان احنا بنتكلم دلوقتي يعني عندك منتخب الاول هيلعب تصفيات كاس عام في شهر 3، عندك المنتخب الاولمبي من خلال برضه هذا التوقف هيستعد لاولمبياد طوكيو اللي هتكون في شهر 6. الاولويه لمين في اللاعبين؟ هو دايما 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 لما بتيجي تحسب منتخب اول ومنتخب اولمبي او منتخب شباب او منتخب تحت السن منتخب أول. بتحسب منتخب اول. تمام. ده الطبيعي، ولكن انت عندك مشكله ان المنتخب ده يعني المنتخب الاولمبي عنده بطوله مهمه جدا الاولمبياد، وطبعا بعد الانجاز اللي حققه المنتخب المصري في بطوله افريقيا هنا ووصوله الاولمبياد وتقديمه مستوى رائع، الناس كلها بقت تطمح ان هذا المنتخب ان يتحافظ عليه عشان هو ده مستقبل الكره المصريه خلال 10 سنين اللي جايه. فبالتالي عندك هتبقى يعني هتبقى في مشكله، في ازمه. هل المنتخب الاول، هل الكابتن حسام البدري هيوافق ان هو ما يضمش اللعيبه دولت؟ اعتقد ان هو مهم جدا ان هو يضم مصطفى محمد. أكيد أكيد. اعتقد ان هو مهم رمضان صبحي طبعاً. مهم جدا يعني افضل اتنين لعيبه تواجدوا مع المنتخب الاول. تتوقع ايه اللي هيحصل؟ اتوقع ان هو هيبقى في جلسه تفاهم ما بينهم وبين الاستاذ عمرو الجناي وحل المشكله دي. طيب اليوم السابع قالت ان اتحاد الكره يتراجع عن اقامه مباراه السوبر المحلي خلال فبراير المقبل، وده بسبب ان هيبقى في ماتش يوم 19 او 18 فبراير ما بين الاهلي والزمالك اللي هي مباراه مؤجله الدور الاول، ومباراه الدور الثاني هتبقى في اول مارس. فقال لك ثلاث مباريات في فتره قليله ما بين الاهلي والزمالك هيبقى موضوع صعب شويه من جميع الجوانب. شايف الحل وارد بس. وارد ان يتم تغيير وارد يعني، بس لسه طبعا عشان تحكم في هذه الامور او تتخذ قرار هيبقى قبل المباراة فترة بسيطة يعني، ولكن اعتقد ان الامور كده بتبقى صعب ان ممكن تقامة المباراة في هذا التوقيت، خاصة زي ما احنا يعني مكتوب كده ان هو التلات مباريات هتبقى صعبة جدا 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 في اقل من شهر. وممكن الاهلي اصلا والزمالك يرفض، فالدنيا ممكن هم يعني موضوع ان حد يرفض ده انا مش معاه في الحقيقة، وان انت توافق ان حد يرفض ده يصير ممكن ربما الاهلي او اتحاد الكرة تدير كل الناس. انا بقول الكلام ده هو من واحنا دايما حتى الفترة اللي فاتت دي قال ان هيبقى في تغيير في الاستبدال، والاستبدال هيتغير عشان خاطر الاندية معينة. اعتقد ان صعب جدا 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 ان تبدا مسابقه بحاجه وتغير اللائحه في وسط الموسم. الوطن سبورت بتتكلم وبتقول تصريح للاستاذ عمرو الجنايني، التكلفه الماديه لن تقف عائقا امام تطبيق الفار بالدوري. جديد موضوع الفار ايه؟ انت اللي هتقول لنا. جديد ان هو خلال الايام اللي جايه في من لجنه من الايفاب هتتواجد في القاهره خلال الايام اللي جايه، خلال الاربع ايام اللي جايين دولت هيبحثوا بقى، هيشوفوا الامكانيات الملاعب ايه وتجهيزات الملاعب ايه. لكن في خطوات قويه في خطوات حقيقي. لا بص الفار هيتم تطبيقه في الدور الثاني بس، ولكن مش مع بدايه الدور الثاني لسه، الموضوع محتاج. يمكن كلمت الكابتن جمال غندور قال ان شاء الله احنا في خطوات قويه اللي احنا دلوقتي هنطبق الفار، وفي اللجنه اللي جت دي يا استاذ امير ده جت بعد تشكيل لجان معينه من اتحاد الكوره وبعتوا لهم، وفي مراسلات بقى لها شهرين ما بين الاتحاد الكوره مع بدايه الدور الثاني. لا صعب جدا منتصف الدور الثاني يعني ممكن لا يعني ممكن بعد كام اسبوع من مباراه الدور الثاني. وكابتن جمال غندور يعني كلمته وقال لي انا مش عاوز استعجل، انا عاوز اما اطبق الحاجه اطبقها صح. وده طبعا احنا هو قال لك حتى لو انا طبقت في مباراه واحده في الدور الثاني ابدا الموسم الجديد، ده هو بيقول يعني ابدا الموسم الجديد خلاص الناس دي وخلي بالك هيبقى في فتره اوف لاين. ما هو امير هو المشكله في ايه؟ فترات حاسمه خلي بالك ما فيش، يمكن الناس تستغرب ما فيش الحكم الوحيد اللي في مصر، رغم ان في ناس كتير بيقولوا في حكام اللي معاه رخصه الفار
ومصرح بيه ان يطبق الفار، هو جاد جريشة بس. جاد جريشة بس. فالموضوع مش عاوزين يستعجله. وخلي بالك يا استاذ امير، هي هتتحسب ازاي؟ كان الدور الثاني ان هو يتكلف $1,000,000، هتتحسب المباراه تكلفتها الفعليه $3,000 لكل مباراه. طيب عايز اروح لاخر خبر معانا وكوره، بيقول لك سيدات التحكيم المصري سننجح في المنزل. ما رايك في التجربه في كاس مصر؟ والله تجربه كويسه يعني. تجربه عندك مثلا ايه؟ نور سمير هي نور سمير هي نور، والناس بتقول نور يعني نور سمير ومنى عطله وفي شهنده وفي لا بص، هو بعد نجاح التجربه هنا في بطوله افريقيا تحت 23 سنه ووجود التحكيم النسائي في هذه البطوله، الكابتن جمال غندور كان اعلن ان هو يتم الاستعانه بمحكمات خلال الفتره اللي جايه ديت. وميزه كمان ان الدكتوره سحر عبد عضو لجنة المؤقتة لاتحاد الكرة هي بتدعم هذه الفكرة، واتمنى طبعا التوفيق. ولكن هي المشكلة بس محتاجين الفكرة دي عشان تطبق بشكل كويس، محتاج تدعيم من الأندية أكيد للفكرة دي، ومحتاج تدعيم من الإعلام خلال الفترة اللي جاية. لازم نتمنى لهم دايما كل التوفيق، وأي أي فكرة جديدة لازم ندعمها، وخصوصا أن العالم كله ماشي ببعض التطورات في الجانب التحكيمي بالتحديد. نتمنى أن مصر كمان تبقى على غرار هذه الأمور يعني. أستاذ رامي رجب أنا بشكرك شكرا جزيلا. أنا سعيد أكون موجود معك. شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز في حلقة كلام في الميديا النهاردة الأستاذ رامي رجب الناقد الرياضي الكبير، وتكلمنا في بعض الأمور الهامة سواء بتخص النادي الأهلي أو الأخبار المحلية المختلفة. بكرة حلقة جديدة مهمة جدا من كلام في الميديا. استمعوا إلى اللقاء.